جون روبنسون، سفاح، سلاحه الوعود الكاذبة والكلام المعسول. بدك وظيفة وسكن وأكل مساعدة أو بدك تعيش حياة كويسة، أنا في خدمتك. هذه الوعود كانت سلاح روبنسون عشان يستدرج ضحايا ويستغلهم من الناحية المادية أو الجسدية. روبنسون قاتل سفاح متسلسل. خلينا نتعرف عليه، بس قبل ما نبدأ قصتنا لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. جون انولد في ششرون في اليوني، وهو الطفل الثالث من أسرة مكونة من 7 أفراد، وأبوه كان مدمن على الكحول وأمه متعصبة للدين. وفي عام 1957 صار روبنسون معاه نسر الكشافة، سافر بعدها على لندن مع مجموعة من الكشافة، وبعد هيك درس في مدرسة كويج للإعدادية في شيكاغو، وهذه مدرسة دينية خاصة للذكور، لكن ترك المدرسة بعد سنة واحدة بس بسبب سلوكه. كان بيعمل مشاكل كتير مع الطلاب، وفي عام 1961 درس طب أشعة لكن ما كمل دراسته. في عام 1964 انتقل لمدينة كنساس وتجوز من نانسي جولينش وأنجب منها طفل اسمه جون جونيور عام 1965، وبعدين جابت طفلة اسمها كيمبرلي عام 1967، وأنجبت كمان توأم كريستوفر وكريستين عام 1971. وفي عام 1969 انقبض عليه في مدينة كنساس بتهمة اختلاس 33,000 دولار، لأن انتحل شخصية الدكتور ولاس واشتغل مصور أشعة باستخدام أوراق مزورة، وانحكم عليه 3 سنوات تحت المراقبة. وفي السنة الثانية خالف القانون وما اهتم انه تحت المراقبة، وانتقل لمدينة شيكاغو بدون ما يأخذ الإذن من الضابط، وراح اشتغل بائع تأمين في شركة آر بي جونز. في عام 1971 انقبض عليه بتهمة اختلاس أموال وإنه لازم يرجع على كنساس، ومددوا فترة المراقبة لعام 1957 والاحتيال عن طريق البريد لشركة استشارات طبية مزيفة. في عام 1977 صار روبنسون قائد في الكشافة ومدرب في البيسبول ومعلم في مدرسة الأحد، وتعين في مجلس إدارة منظمة خيرية محلية. وكيف وصل لهذا المنصب؟ راح زور رسائل من المدير التنفيذي لرئيس البلدية ومن رئيس البلدية للقادة المدنيين، لقبوه بالرجل العام للمنظمة، وعلى شرف هذا اللقب عمل عزومة غدا. وبعد ما انتهت فترة المراقبة عام 1979 انقبض عليه بتهمة الاختلاس وتزوير الشيكات وانحبس لمدة 60 يوم. في عام 1982 بعد ما طلع من السجن أسس شركة وهمية للزراعة المائية وسرق 25,000 دولار من صديق كان واعده باستثمار هذه الأموال بشكل سريع عشان يقدر يدفع تكاليف علاج زوجته. روبنسون انولد في الأربعينات في ولاية اليوني، أمه كانت متشددة في الدين وأبوه كان مدمن على الكحول. الأم كانت بتحاول تقرب ابنها من الدين عشان ما ياخد إطباع أبوه، فدخلته في أحد المدارس الدينية، لكن على ما يبدو فشلت كل مساعيها. بدأ روبنسون رحلته الإجرامية بعد ما اشتغل أخصائي أشعة، فراح زور كتير من الفواتير وقبض عليه بعد 3 شهور من بداية عمله، وانسجن لمدة سنة واحدة وطلع من السجن في عام 1969. وكمان بعد ما طلع من السجن رجع لحياته الإجرامية واستمر فيها مدة 14 عام، وبين عملياته سجن وإطلاق سراح. وفي عام 1984 قرر روبنسون يوسع عمليات النصب والاحتيال وأنشأ شركة وهمية اسمها كيو بلس، ونشر إعلان بيطلب فيه موظفات. فتقدمت فتاة اسمها باولا كان عمرها 19 سنة، فقبلها روبنسون في الشركة وشغلها مندوبة مبيعات، وبعد شهور قليلة اختفت باولا، وروبنسون خبر أهلها إنها في رحلة عمل، لكن عائلتها ما صدقت وقدمت بلاغ بالشرطة عن اختفاء بنتهم. الشرطة أحضرت روبنسون وحققت معاه، لكن أنكر في التحقيق وقال إنه ما بيعرف مكانها. وبعد كم يوم وصلت رسالة لأبو باولا بتخبرهم فيها إنها بخير وإنها بدها تعيش لحالها. كانت بتمدح روبنسون وبتشكره
على المساعدة اللي قدم لها إياها، والشرطة وقفت تحقيقات في اختفاء باولا لأنه باولا وصلت للسن القانوني، يعني باعتبارها مسؤولة عن نفسها وما حدا إله دخل فيها. تاني سنة من اختفاء باولا اتعرف روبنسون على فتاة اسمها ليزا، كانت بتعيش في دار للنساء المعنفات هي وبنتها اللي عمرها 4 شهور. عرف عن حاله إلها باسم مزيف، باسم جون أوزوريون، صاحب شركات طبعا، وعدها بوظيفة مريحة وراتب كبير وحضانة لبنتها. طبعا بالنسبة لليزا عرض كتير مغري عشان تحسن وضعها المعيشي هي وبنتها، فعطول وافقت على عرضه. روبنسون جاب الأوراق المطلوبة وطلب توقيعها على العقد باسم متطلبات الوظيفة، فوقعت ليزا على الأوراق وكانت متلهفة كتير على أمل تغير حياتها، وكانت واثقة 100% بكلام روبنسون وما قرأت المكتوب في الأوراق اللي وقعت عليها. في هذا الوقت كان أخو روبنسون رون وزوجته هيلين بدوروا على طفل للتبني، لكن شروط التبني كانت صعبة وطويلة. اتصل فيهم روبنسون وبشرهم انه لقى طفلة للتبني عمرها 4 شهور اسمها تيفاني، وقالهم انها امها توفت من جرعة مخدرات زايدة، وعن طريق معارفه سهل اجراءات تبني الطفلة مقابل $5,000، والوراق كانت جاهزة للتوقيع. طبعا اكيد فهمته انه الطفلة هي نفسها الطفلة تيفاني اللي امها ليزا، وللأسف الاوراق اللي وقعت عليها اوراق موافقتها على تبني بنتها. وبعد هيك اختفت ليزا، طبعا ما حد اهتم فيها ولا سأل عنها ولا حتى اهتم في اختفائها. وفي عام 1987 وظف فتاة اسمها كاترين جامبيت، وكالعادة بعد كم شهر اختفت، وهيك استمرت رحلة النصب والاحتيال مع روبنسون. لكن الغريب كان يتعامل مع الطفلة تيفاني بمنتهى الحب كأنه عمها بالحقيقة. وبعد سنة لقى ضحية جديدة، وهي السيدة بفرني اللي تركت جوزها وقررت تبدأ حياة جديدة، فانتقلت لولاية كنساس عشان تقع في شباك روبنسون، وطبعا صار فيها نفس اللي صار في اللي قبلها. لكن المخزي ان روبنسون كان يصرف شك النفقة الخاص فيها. وفي التسعينات ظهر النت وغرف الدردشة، وروبنسون استغل هذا التطور وبدأ يتواصل مع البنات في غرف الدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرض حاله على اساس انه رجل غني وصاحب شركات وانه بده موظفات. واسس روبنسون غرفة دردشة عبر الانترنت سماها السيد والعبد، ومن خلال هذه الغرفة كان يستغل الفتيات جنسيا وماديا واجتماعيا. وأول ضحايا غرف الدردشة هي شيلا فيت وبنتها المقعدة. شيلا اختفت تماما بعد ما انتقلت لولاية كنساس، وروبنسون استغلهم وصار يصرف شكات المساعدة اللي بتيجي لبنتها المريضة. والضحية الثانية كانت إيزابيلا، مهاجرة من بولندا، اتعرف عليها عن طريق الانترنت وصار مصيرها زي غيرها. وبعدين سوزيتا اللي بعد ما اختفت صار يبعث رسائل لأهلها إنها بخير وبتعمل رحلة حول العالم. في نهاية التسعينات بدت الشرطة تراقب روبنسون، خصوصا كان اسمه متعلق بحالات اختفاء كتير، لكن ما في أي دليل ثابت ضده عشان يقبض عليه. في يوم من الأيام سيدة قدمت شكوى إنه روبنسون اتحرش فيها، وكانت هذه حجة كافية للشرطة عشان تقتحم بيته. وعملت تفتيش في المنزل والمزرعة، فلقوا في المزرعة براميل كان فيها مواد كيميائية، وإيش الهدف منها وإيش كان يعمل فيها؟ للأسف لقوا جثتين من الضحايا داخل البراميل، وكان متأجر مرآب اللي هو يعني زي طابق أرضي تحت الأرض، وكمان فتشوا المرآب اللي كان هو متأجره ولقوا فيه كمان 3 براميل من المواد الكيميائية وفيها 3 جثث. طبعا انقبض على روبنسون وانعرض للمحكمة وحكموا عليه بالإعدام، لكن روبنسون تفاوض مع الشرطة حتى يحكي لهم مكان باقي الجثث بشرط انهم يعطوه حكم سجن مؤبد. عملت الشرطة تحريات كتير حتى تصل لباقي الجثث، بس للأسف ما قدرت، فاضطرت توافق على عرض روبنسون وتمنحه سجن مؤبد. وفعلا دلهم روبنسون على بقية الضحايا. لكن سؤال، شو مصير طفلة تيفاني؟ بعد التحقيقات عملت الشرطة فحص DNA واثبتت انه ليزا هي والدة
تيفاني. أخو روبنسون انصدم لما عرف الحقيقة، مع هيك استمر في تربية الطفلة تيفاني لأنه ما إلها ذنب. وبعد ما كبرت الطفلة تيفاني قالت في لقاء صحفي إنه أهلها ربوها أحسن تربية، وروبنسون كان بعملها معاملة جيدة. أما زوجة روبنسون طبعا من بعد ما انسجن روبنسون وانكشفت حقيقته رفعت عليه قضية طلاق. كانت زوجته لمدة 41 سنة، وقالت عبر اللقاءات الصحفية لما كانت تسمع عن جرائم زوجها كانت بتحس انهم بيحكوا عن رجل تاني غير جوزها، وانها مش مصدقة انه عمل كل هذه الجرائم. وبهيك نهينا قصتنا لليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.